بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم إنسان حر في شرح برنامج سوني فيجاس برو. الدرس سأقوم بشرح الواجهة الرئيسية للبرنامج. هذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج، هنا يسمى التايم لاين أو الخط الزمني الذي توضع عليه الملفات للتعديل عليها. هنا هذه تسمى شاشة العرض، ويتم فيها عرض الفيديوهات أو الصور التي توجد على الخط الزمني. هنا مكسر الصوت، سنتعلم في دروس لاحقة كيفية التعديل على الأصوات، كيفية زيادة الصوت، كيفية إضافة مكسرات للصوت. هنا Project Media، هنا يتم إظهار ملفات التي قمنا بإدخالها إلى البرنامج من الحاسوب، سنتعلم ذلك إن شاء الله. أيضا Explorer، هنا الملفات التي توجد داخل الحاسوب لدينا. ترجسنج، الانتقالات التي توجد في البرنامج مثل انتقالات الـ 3D وانتقالات الأبواب كيف تنفتح، وكروس افكت أيضا، وانتقالات الفلاش. كل هذه إن شاء الله سنتعلمها في دروس قادمة. فيديو افكس، المؤثرات على الفيديوهات، كيف الانتقال بين الفيديوهات، بين صور، بين كل صورة وصورة أو كل فيديو وفيديو. وهنا خاصية الكروما، كيفية تغيير خلفية المشهد كما في الأفلام التي يتم تصويرها وراء خلفيات كروما وتظهر كأنها في الفضاء. هنا ميديا جنريترز، وهي خاصة بالخلفيات وراء الشاشة. هنا مجموعة من الخلفيات، يحتوي برنامج سوني فيجاس على الكثير من الخلفيات كما نرى. هنا هذه طريقة كما في الأفلام في فريق العمل، إظهار فريق العمل إن شاء الله هذه أيضا سنتعلمها. هنا طرق الكتابة، كيفية عمل شريط إخباري كما في قنوات الإخبارية إن شاء الله سنتعلمها أيضا. هنا تكست، النصوص، كيفية ظهور النصوص في البرنامج. يمكن تحريك أي جزء من أجزاء هذا البرنامج، مثلا هذا شاشة العرض، يمكن تحريكها إلى أي مكان نريده، ومن ثم تكبيرها أو تصغيرها، ومن ثم وضعها أي مكان. هنا مثلا نأتي بمكسر الصوت ونضعه هنا في البداية، ومن ثم تحته أو بجانبه شاشة العرض. إذا أخطأنا مثلا في أماكن الشاشات ونريد إرجاعها بصورة سريعة دون أن نرجعها بطريقة يدوية، نذهب إلى قائمة فيو، ومن ثم هذا الاختيار وديفولت لافت. نلاحظ أنه تم إرجاع كل شاشة إلى مكانها الأصلي بصوت سريعة. بعض الأصدقاء يحب أن يكون التايم لاين في الأعلى وشاشة العرض في الأسفل. يمكن عمل ذلك من خلال الذهاب إلى Options، ومن ثم Preferences، ومن ثم إلى Display، وإخفاء هذا الصح Display Time button، ومن ثم Apply وأوكي. لاحظ انتقال الخط الزمني إلى الأعلى وشاشة العرض إلى الأسفل. طبعا نقوم بإرجاعه إلى وضعه الرئيسي الذي هو طبعا أجمل وأفضل. نفس الطريقة أيضا، يحتوي برنامج سوني فيجاس على شكلين أو ثيمين فقط. هذا الثيم الذي نراه هو ثيم ذو واجهة بيضاء، يمكن الذهاب إليه أو تعديله من خلال Options وأيضا Preferences وأيضا Display، ومن ثم إزالة علامة الصح من هذا المربع، ومن ثم أوكي. لاحظ أنه يقول أن لن يتم تعديل على واجهة إلا بعد إطفاء البرنامج وتشغيله مرة أخرى. نضغط أوكي، سوف نعيد تشغيل البرنامج الآن.
لاحظ انه بعد تشغيل البرنامج مرة اخرى اعيد شكل البرنامج بثيم اخر، وهو ثيم الابيض كما ذكرنا. سنتعلم الان كيفية اضافة الملفات او جلب ملفات الى ساني فيغاس، ويتم ذلك عبر قائمة فايل ومن ثم import media. نختار media ونذهب إلى إزالة قرص الصلب، مثلا my computer دي. نذهب مثلا إلى هذا الفيديو، هذا هو الفيديو، نقوم بجلبه إلى التايم لاين عن طريق السحب والإفلات، سحب البرنامج ومن ثم إفلاته في الخط الزمني. لاحظ أنه تم وضع الفيديو إلى الخط الزمني، يمكن تحريكه بكل سهولة إلى أي مكان نريده. عفوا، يمكن حذف الفيديو إذا لم نكن نريده عن طريق القيام بالضغط بزر الفار الأيمن ومن ثم اختيار عفوا. نعم أعزائي، يمكن حذف الفيديو من خلال الضغط بزر الفار الأيمن واختيار ديليت. سيتم حذف الصوت والفيديو أيضا. تم حذف الصوت والفيديو، ولكن نلاحظ أنه بقي التراك موجودا، تراك الفيديو وتراك الصوت. لحذف التراك أو المسار كليك يمين ومن ثم اختيار ديليت تراك. تم حذف مسار الصوت، الآن نقوم بحذف مسار الفيديو أيضا كليك يمين ديليت تراك. إذا أردنا إضافة مسار جديد أو تراك جديد كليك يمين انسير فيديو تراك، انسير فيديو تراك، إضافة مسارين ثلاثة أربعة على حسب الذي نريده. إذا أعزائي تعلمنا كيفية جلب الملفات إلى الحاسوب. أعود وأكرر هذه العملية، ففي إعادة إفادة سأحذف هذا الملف. نذهب إلى قائمة فايل ومن ثم import ومن ثم media. هنا هذا الفيديو، دبل كليك ومن ثم سحب الفيديو إلى التايم لاين. تم إنزال الفيديو إلى الخط الزمني، أريد حذفه كليك يمين ديليت، سحب وإفلات كليك يمين ديليت، كليك يمين ديليت تراك، ديليت تراك. تم إزالة التراك من الخط الزمني. هذا كان كل ما لدي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.